السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. في البداية نعتذر عن التأخير، تقريبا تأخرنا 9 دقائق، نسأل الله القبول إن شاء الله. احنا معدنا 7:30. التلاوة اليوم إن شاء الله من سورة الشعراء. الإخوة المتابعين لنا المواظبين على درس القرآن والتفسير يوم الأربعاء، التلاوة من سورة الشعراء بيج نمبر 370، صفحة 370 في سورة الشعراء، صفحة 370 سورة الشعراء. أعتقد الإخوة طبعا ما شاء الله متابعين وعارفين رقم الصفحة. الآية رقم 61، آية نمبر 61، بيج 370 سورة الشعراء. كما تعودنا بنقرأ الآيات الأول وبعدين نبدأ في التفسير إن شاء الله. النهاردة هنقرأ الصفحة كاملة، لكن إن شاء الله هيتم تفسير الجزء الخاص بتابع قصة سيدنا موسى إن شاء الله. أما قصة سيدنا إبراهيم تكون معدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم، إن على ذلك لمن الشهيدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة وبعد صلاة المغرب ونحن في انتظار لصلاة العشاء أن يكشف الكرب والهم والغم عن الناس أجمعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي صحتنا وفي أهلينا وفي الناس أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم كما أريتنا قدرتك في نزول هذا البلاء أرنا رحمتك في رفع هذا البلاء. اللهم كما أريتنا قدرتك وقوتك وجبروتك في نزول هذا البلاء أرنا رحمتك وعفوك وحلمك برفع هذا البلاء بكرمك وجودك أكرم الأكرمين.
الحقيقة يعني قبل البداية في تفسير هذه الآيات، نحن نمر، العالم كله يمر بأزمة يعني شديدة، والكل متوجس والكل قلق منها. لا شك أن الأمر جد وخطير، يعني هذه المحنة التي العالم كله يشعر بها من أقصاه إلى أقصاه، يعني الكبير والصغير والغني والفقير، وكل الناس باختلاف أشكالهم وباختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، أن تغلق المعابد والكنائس والمساجد، أن تغلق بيوت الله تبارك وتعالى حتى الحرمين الشريفين، الحقيقة أمر خطير. يعني نسأل الله ألا يكون ذلك غضب من رب العالمين علينا، يعني حقيقة الواحد بيتألم، هو لا شك ابتلاء، يعني ابتلاء على الجميع، لكن أخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني كأنه أغلق حتى أبواب بيوته، وكأنه يعني هو غني عن عبادتنا، يعني ربنا قال لنا خلاص ارجعوا، يعني أنا لا أريد عبادتكم، يعني لا أريد أن تقفوا أنا بين يدي. يعني أمر مؤلم لا شك، أمر يعني شديد والله على النفس. الآن أنا أتحدث في المسجد والمسجد خالي، أتحدث للإخوة اللي هم يعني عبر الأثير وعبر الإنترنت، يعني مؤلم جدا. كنت اليوم في، لأن احنا بنرفع الأذان في المسجد حتى لا يظل المسجد خاليا، يعني من السنة نرفع الأذان، فكنا نرفع الأذان في صلاة الظهر اليوم ونقول في الأذان الصلاة في البيوت، يعني مؤلمة والله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا تطول هذه المدة، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان. رمضان تقريبا خلاص يا إخوة، احنا في آخر شهر رجب، باقي أقل من أسبوع على نهاية شهر رجب، وحنتحدث إن شاء الله في لقاء السبت، انتظرونا يوم السبت القادم نتحدث فيه عن الإسراء والمعراج إن شاء الله. شهر شعبان حيبدأ خلاص في أقل من أسبوع، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان في المساجد، يعني أسأل الله أن يبلغنا رمضان في المساجد، ونكون من عمار المساجد. والله يا إخوة لا تتخيلوا شكل المساجد بدون المصلين، شكلها يعني مؤلم جدا. لا يتألم على المساجد يا إخوة يعني إلا من كان من رواد المساجد، لا يتألم على المساجد إلا من كان قلبه معلق بالمساجد، لا يشعر بغلق المساجد إلا من كان ممن يطرقون أبواب المساجد. المساجد بدون ناس لا شيء، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى هنا للتحقيق والتأكيد، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ربنا يجعلنا منهم يا رب. أسأل الله أن نعود جميعا إلى بيتي وأن نكون من عمار المساجد. الله يقول في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها وعمارها زواري، فمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فاللهم اجعلنا من زوار بيتك ومن عمار بيتك، وردنا والناس جميعا إلى بيوتك يا رب العالمين. وقد عمرت قبل شهر رمضان، اللهم لا تحرمنا بركات رمضان، ولا تحرمنا التراويح في رمضان في المساجد يا رب، لا تحرمنا الإفطارات في المساجد، لا تحرمنا الصلوات في المساجد، لا تحرمنا الصدقات في المساجد. اللهم اجعلنا من أهل المساجد، واجمعنا بأحبابنا الدنيا من غير التجمعات الطيبة يا رب. اجمع هذه الجالية وكل الجالية المسلمة في كل مكان آمنة مطمئنة في مساجدها، واجعل الناس جميعا في هذا البلد وفي كل البلاد آمنين مطمئنين في مساجدهم وفي كنائسهم وفي معابدهم وفي بيوتهم وفي أعمالهم. أمنهم جميعا على أرزاقهم وعلى حياتهم وعلى صحتهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. وصلا بما سبق في تفسير سورة الشعراء، وإحنا شغالين في سورة موسى، في قصة موسى عليه السلام مع فرعون لعنة الله عليه، وكنا انتهينا في الأسبوع الماضي في عندما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. خلاص لما وصلت ساعة الصفر، لأن إحنا قلنا إن بعد ما سيدنا موسى عليه السلام ألقى العصا فتحولت إلى ثعبان مبين، قلنا العصا تحولت ثلاث مرات. أول مرة لما كان سيدنا موسى عند النار وترك زوجته عند النار، والله سبحانه وتعالى أراه هذه الآية، كانت العصا مثل الجان،
فلما رآها تهتز كأنها إيه جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمينين. فدي أول مرة. المرة الثانية لما سيدنا موسى ألقى العصاه أمام فرعون وحاشية فرعون، يعني إيه جروب مصغر فرعون والوزراء والحاشية القريبين منه، ها فلما رآها سيدنا موسى فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعودها سيرتها الأولى. المرة الثالثة لما كان موسى عليه السلام وأمام إيه الملأ من قوم فرعون وأمام السحرة بقى من إيه من كل مكان، فألقى عصاه فإذا هي تلقف إيه ما يأفكون. انتظر سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون مدة طويلة قبل أن يرحل موسى ببني إسرائيل ويتجاوز البحر، يعني ظل مدة موجود في مصر مع فرعون لحد ما فرعون قلنا لحد ما حصلت الآيات التسع، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات. وبعد أن دعا موسى عليه السلام ربنا أنه يكشفها عن بني إسرائيل، قالوا يا موسى أدع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك إيه بني إسرائيل. ساعة الشدة يلجأ الناس إلى الصالحون وإلى إلى الصالحين وإلى المصلحين، يعني ساعة الكرب يلجؤون إلى الإيه إلى المصلحين ولا يلجؤون إلى التافهين. وده بالفعل، يعني النهاردة إحنا ساعة كورونا فيروس الناس لجأت لمين الآن؟ لجأوا إلى الناس الصالحين والمصلحين، ادعوا لنا في المساجد. ولجأوا لمين كمان؟ ولجأوا للدكاترة والأطباء والمهندسين المتخصصين في صناعة الأدوية والمعامل الطبية، هاتوا بقى مهندسين يصنعوا معامل طبية وجهزوها، وهاتوا أطباء وصيادلة وناس متخصصين يصنعوا لنا المصل المضاد لهذا المرض. إن ساعة الشدة لجأوا لمين؟ لجأوا للمتخصصين وأهل الذكر. بالمناسبة يعني حتى كده على الصايد على جنب كده، أين بقى أين الراقصين والراقصات والفنانين والفنانات ولاعبي الكرة والمهرجانات؟ راحوا فين دول؟ راحوا فين دول؟ فيروس كورونا من حسناته، من حسنات فيروس كورونا إن هو عمل استقامة وعمل تعديل. عمل تعديل إزاي؟ الناس عندنا أهل الذكر المتخصصين أصحاب الكوادر الحقيقيين في بلادنا كانوا مهمشين، ومين اللي ظاهر؟ المغنيين والراقصين وأهل والكلام الفاضي. النهاردة دول ما عادش لهم ذكر خالص، راحوا على جنب خلاص، أغلقوا عليهم بيوتهم. وعندنا الناس بقى الصالحين المصلحين المتخصصين بيحاولوا يعملوا لنا حاجة. كنت النهاردة بتكلم وأقول يعني المساجد لما منعت منها الصلاة، حتى الحرمين يا رجل، حتى الحرمين الشريفين أغلق الحرمان الشريفان للصلاة. النهاردة الأمة العربية والأمة المسلمة حط إيديها على خدها وقاعدين بيدعو ربنا يكشف الكرب. طبعا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، بس أمة من مشرقها إلى مغربها ما عندهاش مصنع وما عندهاش متخصصين يصنعوا لها الدواء. إحنا بندعي ربنا النهاردة ومنتظرين غير المسلمين، بين قوسين الكافرين، منتظرين غير المسلمين إن هم يصنعوا لنا الأدوية عشان إحنا نخف وما نموتش من كورونا فيروس، وبعد ما نخف يدعو لنا عشان ندخل نصلي في المساجد بتاعتنا، وبعد ما نصلي في المساجد بتاعتنا نرفع إيدينا ونقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين اللي صنعوا لنا الدواء، صنعوا لنا الدواء عشان إحنا ما نموتش عشان ندخل المساجد وندعي عليهم. يا رجل ادعو على نفسنا، يا رجل والله شر المضحكات المبكيات، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ربنا ينتقم من الظالمين اللي بيخلفونا ويأخرونا، وعاوزين أمتنا ترتقي وتتقدم من حب الخير للإنسانية كلها ونتقدم. أسأل الله أن يرفع مقته وكربه عن الجميع إن شاء الله رب العالمين. ففرعون خلاص بدأ يتأهب بقى عشان إيه؟ يتأهب لقتل سيدنا موسى ومن آمن يعني معه. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أنه أسري بعبادي إنكم متبعون. فرعون على طول أرسل في المدائن حاشرين، أرسل جنوده في كل مكان والإعلام بتاعه في كل مكان بيقول إيه؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون، دول مجموعة قلة، ها؟ متطرفين متزمتين متشددين إرهابيين، مش كده؟ لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. كلام متناقض، قليلون بس غيظنا. طب لهم لما قليلون أنت متغاظ منهم ليه؟ فرعون وزعل منهم ليه؟ لا وإيه كمان؟ وإنا لجميع حاذرون، يعني رفع الاستعداد لأعلى درجة الاستعداد. فربنا قال إيه؟ فأخرجناهم من جنات وعيون،
خرجناهم من هذا الخير الذي كانوا يعيشون فيه، وكنوز ومقام كريم من بلد مصر الآمنة، ربنا يعيدها أمنا وأمانا يا رب الله، ويحفظها من كل سوء. كذلك أورثناها بني إيه؟ بني إسرائيل. قلنا أورثنا إيه بني إسرائيل؟ أورثنا بني إسرائيل خيرا مثل الخير الذي كان في مصر، لكن أورثهم الله إياه في فلسطين، لأن بني إسرائيل حيروحوا مع سيدنا موسى عشان يعبروا الـ ويدخلوا الأرض المقدسة، ومش حيدخلوا، سيدنا موسى حيقول لهم في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، مش حيرضوا يدخلوا، فربنا حيكتب عليهم التيه، ويتيهوا في الأرض 40 سنة لحد ما يموت هذا الجيل اللي اسمه جيل الجبان. وبعد ما يموت الجيل الجبان، أبنائهم اللي هو جيل الصحوة بقى وجيل الفتح وجيل النصر، وحيموت طبعا سيدنا موسى وسيدنا هارون في سنوات التيه 40. وبعدين يأتي الجيل الجديد بقيادة يوشع ابن نون، يوشع ابن نون الغلام الذي كان مع سيدنا موسى في صورة الكهف، إذ قال موسى لفتاه، الفتى بتاع سيدنا موسى اللي كان في صورة الكهف هو اللي حيكون كبر في السن ويصبح نبيا، يوشع ابن نون حيبقى نبي ويقود أبناء بني إسرائيل، ويفتح الله تبارك وتعالى عليه، ويدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة فيجدوا فيها خيرا مثل الخير اللي كان موجود في مصر. ده معنى الآية كذلك أورثناها بني إسرائيل. يبقى بني إسرائيل ورثوا خيرا في فلسطين أفضل من الخير الذي تركوه في في مصر، لأن أكثر المفسرين بيقولوا إن بني إسرائيل ما رجعوش مصر تاني. فما دام هم ما رجعوش مصر تاني، أمال إزاي ورثوا الخير بتاع فرعون؟ لا، ورثوا خيرا مثله. وإن كان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيقول إن بني إسرائيل في فريق منهم بالفعل رجع إلى مصر تاني، وأخذ من من خيرها، وورث شيئا مما تركه فرعون. فربنا يقول كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. طيب، هيحكي لنا هنا النهاردة عن التقاء الفريقين اللي هو قوم فرعون وسيدنا موسى عليه السلام ومن آمن معه. فأتبعوهم مشرقين، يعني التقى الفريقين، حيلتقوا في عند شروق الشمس على ساحل البحر اليوم. فلما تراء الجمعان، لما تراء الجمعان يعني وقف موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، والبحر أمامهم، البحر الأحمر أمامهم، فبنو إسرائيل شافوا البحر أمامهم ونظروا خلفهم فوجدوا مين؟ ترى على مرأى البصر شايفين فرعون قادم ومن معه. جاء فرعون بخيله ورجله، جاء بكل ما يملك من حشد، وتراء الجمعان أصبح face to face، يعني بقوا شايفين بعض على مرمى البصر، يعني المسافة كلها في يومينت كم دقيقة وممكن يوصلوا بعض. في هذه اللحظة بنو إسرائيل وكان إيمانهم إيمان سريع، يعني لسه يعني حاجة كده تجو سريعة، فاضطربوا واهتزوا وحسوا بقلق وبخوف. وده بذكرني بموقف مين؟ عند برضو التقاء الجمعان ذكرني بموقف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لما التقى مع مين؟ مع الأحزاب في الناحية الثانية من الخندق. فاكرين المشهد ده؟ جزاك الله خير، سقاك الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لما بقوا الاثنين فيس تو فيس كده، فربنا قال ايه في سورة الأحزاب؟ قال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، شوف التشبيه القرآني، زاغت الأبصار يمين وشمال، والدلالة على الخوف الشديد والرعب اللي تملك المسلمين، وبلغت القلوب، القلوب دي بلغت الحناجر، كناية عن يعني القلب بلغ الحناجر، القلب عاوز يطلع من شدة الهلع والخوف. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك في اللحظة دي ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تزلزل إيمان المسلمين بقى، حتى أن المنافقين كانوا بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أحدهم لا يأمن على قضاء حاجته، المنافق بيقول كده، كان يعيدون محمد بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على قضاء حاجته. فده حصل، لكن المؤمنين بقى ثبتوا، المؤمنين قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ربنا بعدها قال منا المؤمنين رجال. فالنهاردة بنو إسرائيل لما زلزلوا بقى شافوا الفرعون على مرأى البصر، بعد ما تعودوش يواجهوا فرعون هم أبدا، فرعون طول عمره، فاستخف قومه فأطاعوه، أول مواجهة بين بني إسرائيل وفرعون بقيادة سيدنا موسى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى
إنا لمدركون، يعني إحنا رحنا في داهية، سوف يدركنا فرعون، أو بالفعل قد أدركنا فرعون، لأن هم بيحسبوها بالأسباب البشرية، واحد زائد واحد يسوي اثنين، لكن سيدنا موسى عليه السلام بثقة المؤمن وإيمان الواثق بربه قال كلا كلا كلا. دي بسموها في اللغة العربية أداة ردع وزجر، يعني لا، بتنفي الكلام السابق وتجيب كلام عكسه في اللاحق. قال لهم لا 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 لا، مدركون مين؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني سيهديني. قال لهم مش ممكن ما دام ربنا معايا خلاص. عارفين يا إخوة، لما تستشعر عظمة ربك سبحانه وتعالى وتستشعر قوة ربنا تبارك وتعالى، يا جماعة ربنا قوي، يا جماعة كورونا فيروس محدش بيشوفه والعالم كله زلزل في أيام. أنت عارف يعني فيروس كورونا ده لما يأتي من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، كل الكرة الأرضية برعب، الأديان والمعابد والكنائس والمساجد والمسلم الكل مرعوب الكل خايف في فيروس لا يرى بعين مجردة. الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا أنا موجود، أنا هنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بقول أنا موجود عشان ربنا ليه في القرآن الكريم في سورة يونس ليه؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اللي بعد حتى دي اسمع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الأرض بتاعتنا بقى والتقدم والتكنولوجيا والحضارة والإنترنت وعبرات كل حاجة، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كل حاجة بقت بالريموت كنترول، كل حاجة دون تاتش، تملك الناس في الكرة الأرضية كلها. في هذه اللحظة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، في حاجة يا جماعة بتصير في هذا الكون بدون إذن الله سبحانه وتعالى؟ لا، كله بعلمه، كله بعلمه وبإرادته وبقدرته. كورونا فيروس لم يأتي إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، وهو من جنود الله سبحانه وتعالى. سمنا بلاء، سمنا ابتلاء، سميه غضب، سميه امتحان، دولة بتعمله عشان دولة، حرب بيولوجية، سمي كما تسمي. المهم أنه لا يصير في كون الله إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، فهو من جنود الله سبحانه وتعالى. شفت الرعب اللي حصل إزاي؟ المؤمن اللي عنده ثقة في ربنا على يقين ربنا سوف يكشف هذا البلاء، لكن بس بيشوف يمتحن القلوب، وسوف يعين الله سبحانه وتعالى البشر على إيجاد حل له بقدرته سبحانه وتعالى. خلي عندك بقى أنت إيمان، وخلي عندك ثقة في ربك سبحانه وتعالى، زي ثقة سيدنا موسى. قال كلا، لا أبدا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربي هيهديني، هيهديني إلى الصواب وسيرشدني إلى الطريق المستقيم. لأن ممكن يكون الحل مش معاك الآن، بس ربنا يهديك إلى الطريق الحق، ويهديك إلى الأسباب اللي تأخذ بيك إلى الإيه؟ اللي تأخذ بيك إلى الفلاح وإلى النجاح. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أول ما قال كده على طول ربنا أوحى إليه وأرسل له الوحي. فجأة سيدنا جبريل قال له إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تضرب بعصاك البحر، العصاية اللي معاك اضرب بها الإيه؟ اضرب بها البحر. خلاص سيدنا موسى مشي بالعصاية بتاعته، والعصا لا تعمل إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، معجزة بتاع سيدنا موسى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب على طول، ضرب البحر فانفلق البحر، فصار إيه؟ فكان كل فرق كالطود العظيم. يا سبحانك يا ربي، لا ده انشق البحر حتى قالوا ظهرت اليابسة اللي تحت دي كده، وصارت أرضا يابسة مثل الحجارة يمشي عليها عادي خالص، وصار كل فرق كالطود العظيم مثل الجبل، مثل الجبل العالي المرتفع، يعني هنا جبل عالي وهنا جبل عالي، وفي طريق ممهد زي تربة زلطية والأرض كده يعني ممهدة يمشي عليها بنو إسرائيل، ومتسعة يمشي الناس عليها جميعا. سبحانك ربنا، يتحول الماء إلى حجارة، مش كده؟ مش كانت مية دي بقت حجارة ماشيين عليها؟ الله، بسر ماذا؟ بسر القدرة الإلهية التي وضعت في العصا التي ضرب بها موسى. خد بالك هنديك حتى بس المتناقضات. يبقى العصا بقدرة الله سبحانه وتعالى ضربت الماء فصار الماء حجرا، مش كده؟
طيب ارجع كده شوية كده. وإذ استسقى موسى لقومه، لما سيدنا موسى بعد شوية هيعدي بقومه ويكونوا عطشانين ومحتاجين يشربوا مية، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بإيه؟ بعصاك، يضرب الإيه؟ الحجر. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة، والآية الثانية فانبجست منه اثنتا عشرة عينة، يبقى ضرب الحجر فتحول الحجر إلى ماء، وهنا ضرب الماء فتحول الماء إلى إيه؟ إلى حجر. سبحانك ربي، كل بقدر الله تبارك وتعالى، يضرب الماء فيصير الماء حجرا، ويضرب الحجر فيصير الحجر ماء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، انفلق البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان كل فرق كالطود العظيم. وجدوا أتباع سيدنا موسى مكان ممهد، طريق ممهد، فعلى طول فنزل سيدنا موسى وعبر هو بنو إيه؟ هو بنو إسرائيل، وعبروا الجانب الآخر. فرعون وصل إلى البحر، فأتبع فرعون الوزراء والحاشية بقى وقادة الجيوش، بقول لفرعون إيه ده؟ شوف موسى البحر انفلق. شوف فرعون وجبروته يا أخي، بقول لهم ده أنا اللي عملته كده. قالوا له عملته، طب ليه عملته كده؟ قال لهم أصلا أنا عاوز أصطاد موسى في الجانب الثاني، أنا اللي فلقت البحر عشان أنا عاوز نعذب موسى في الجانب الثاني من البحر، عشان تبقى أرضنا أرض لا تسفك عليها الدماء. يعني هو عاوز إيه؟ البلد دي نظيفة ما فيهاش مشاكل، بس يعذب موسى ويقتله أصحابه في الجانب الإيه؟ الثاني. طبعا استخف قومه، مش كده؟ مش قلنا فاستخف قومه فأطاعوه؟ مش الناس بيقولوا عندنا في المثل البلدي يا فرعون من فرعانك؟ قال له ما لقيتش حد يصدني، ما لقيتش حد يعني يقول لي قف عند حدودك. طغى بقى وتكبر، والناس كانوا سزج وكانوا بسطاء، واستخفهم فرعون. فجنازل فرعون ورا مين؟ نزل لحتفه ولأجله، نزل ورا سيدنا موسى، ورا المسلمين اللي معاه فين؟ في هذا الطريق. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يا سلام، طريقا في البحر يابسا، زي الحجارة دي تمشي كده، زي الخشب تمشي عليه، لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني ولا في حتة منك هتعمل فلاد كده، ولا في حاجة هتضطرب، لا 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 لا، بحر هيبقى حجارة، كأنك انت عامل بريدج اللي عمله رب العالمين. فربنا بيقول سيدنا موسى ما تخافش يا جماعة، اذا كان احنا بنركب السفينة، السفن العملاقة، الكروز الضخمة دي، وانت في داخلها مش حاسس، لا تحس باضطرابات امواج ولا حاجة، انت تركب السفينة تضرب بك في المحيط الهادر او الثائر، وانت مطمئن الى قيادتها، مش كده؟ طب فكيف بك وانت في هذا الكون لا تطمئن الى من يقود هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى. بتكون مطمئن يا اخي، انت ربنا اللي بيقود هذا الكون. فلما سيدنا موسى ضرب البحر، ربنا بقول اطمئن يا موسى، انت في البحر اللي بيقوده الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيقود لك هذا الطريق، طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هنا يجي نازل فرعون وراه، فربنا ليه؟ وازلفنا ثم الاخرين، ادخل يا فرعون وراه. فلما يدخل فرعون وسيدنا موسى ايه؟ ربنا يقول ايه؟ وانجينا موسى ومن معه اجمعين. يطلع فرعون الناحيه الثانيه، موسى يعدي الناحيه الثانيه، فاول ما يعدي سيدنا موسى الناحيه الثانيه ينظر خلفه ويجد مين؟ فرعون نزل بجنوده وجيشه ورجله وخيله. فقام سيدنا موسى يقول لموسى فرعون دخل ورانا، اعمل حل بسرعه. يجي ماسك سيدنا موسى الايه؟ العصايه بتاعته، ويضرب البحر ثاني عشان البحر يسكر، عشان البحر يغلق. فربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ البحر ما قفلش. ها يضرب العصايه، ليه ما قفلش البحر؟ لان العصايه بتقول له انا بناخدش الاوردر منك انت، انا بناخدش التعليمات منك، بناخد تعليمات من مين؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. العصايه ما بتعملش الا باذن الله. كانت بالمناسبه كانت عصايه عاديه جدا، يعني مش عصايه مثلا يعني من ذهب ولا عصايه، لا لا لا، العصايه عادي من شجره كده وخلاص، لكن تعمل بيد موسى عليه السلام بإذن من الله تبارك وتعالى. فلما سيدنا موسى ضرب البحر، البحر ما قفلش، وربنا قال له واترك البحر رهوا، سيبه عشان ايه؟ عشان يدخلوا، سنستدرجهم من ايه؟ من حيث لا يعلمون، خليه يدخل. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. فربنا قال له ازلفنا ثم الاخرين، وانجينا موسى ومن معه اجمعين، ثم اغرقنا الاخرين، اغرقناهم جميعا، لم ينجو منهم أحد. يا الله، لم ينجو منهم أحد، هلكوا جميعا عن بكرة أبيهم. وحاشية فرعون، شوف فرعون هو بيغرق كده، يا سلام، يطلع ينزل تحت الماء ويطلع تاني،
وكل ما ينزل تحت وياخذ شويه ميه يقول يا موسى، ينادي على سيدنا يا موسى. الغرق ده صعب جدا يا جماعه، والله الغرق ده ربنا ما يكتبها على حد. انا قلت لحضراتكم في الحديث اللي ذكره الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنه في باب الشهيد، قال ان الشهيد ربنا يرزقنا الشهاده ان شاء الله رب العالمين واجر الشهداء يا رب العالمين، الشهيد يغفر الله له كل ذنب الا الدين. الشهيد ليه الدين يا جماعه؟ حق العباد. لو انت لك عندي 100 دولار وانا مت شهيد، ربنا يغفر لي كل حاجه الا ال 100 دولار دي لازم ادفعها لك، لانه حقك ربنا ما يتنازلش عن حق العباد، اسمها حقوق العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لشهيد البر كل ذنب الا حقوق العباد، ويغفر لشهيد البحر كل شيء حتى حقوق العباد. ليه شهيد البحر؟ قال لك لا يجمع ربنا الألم شديد. انا قرات حديث رواه ابن ماجه في السنن، ورجعوا لك ذكر الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة، وإن كان البعض تحدث فيه يعني، لكن أذكره للأمانة العلمية. قال الله تبارك وتعالى يقبض بيده شهيد البحر، يعني يقول لملك الموت شهيد البحر ده سيبه لي أنا بعده. طب ليه؟ يقولوا لا أجمع عليه ألم الموت وألم الغرق، لأن ربنا هون علينا سكرات الموت، الله ما هون علينا سكرات الموت يا رب. فملك الموت بالنسبة له هو راح يقبض روحه خلاص، ما لوش دعوه موضوع السكرات ده. فربنا بقول له لا 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 ده بقى سيبه لي ده، لان في اله هو اوريدي بيغرق وسكرات موت، لا خليه يعني ربنا ما يكتبها على حد يا رب العالمين ويحفظ الجميع. المهم فرعون هو بيغرق، فكل ما يغرق كده يقول ايه يا موسى يا موسى. جاء في الاثر ان فرعون نادى على سيدنا موسى 70 مره يقول له يا موسى يا موسى انقذني يا موسى. بس فرعون كان عمل كتير، وسيدنا موسى كان شديد لم تلن له قناة، يعني ما رق له وما حن له، حتى أنه ورد أن الله تبارك وتعالى قال يا موسى ناداك 70 مرة فما أنجيته، ناداك 70 مرة ما ردتش عليه فما أجبته، وعزتي وجلالي لو ناداني مرة لأنجيته، لو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته. والكلام ده بيأكده مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل سيدنا جبريل بيحكي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد والله لو رأيتني، بقول له ده أنا نحكي لك على موقف يا محمد، لو الموقف كل ما افتكر بنضحك على الموقف ده، لو رأيتني وأنا آخذ من وحل البحر سيدنا جبريل وأضع أدس في فم فرعون ما خافت أن يقول يا رب. فالنبي محمد قال له ليه؟ قال له لو قال يا رب ربنا أنا عارف ربنا حيرحم وحينجيه. فيقولوا إيه؟ يا رب إذا كانت هذه رحمتك بمن يقول أنا ربكم الأعلى فكيف بمن يقول سبحان ربي الأعلى؟ فقولوا سبحان ربي الأعلى ورحمتي وسعت كل شيء. يا جماعة ربنا بقول كده، ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم اشملنا برحمتك وارفع عنا الأوبئة والأمراض والأسقام يا رب العالمين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. يا سلام، ببساطة كده، بصوا يا جماعة آيتين ثلاثة خلصوا القصة. ربنا كبير والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عشان كده احنا ندعي ربنا، ربنا يكشف عنا الضر، بنقول كما قالت سورة الدخان ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ارفع رب عنا هذا العذاب وهذا الايه وهذا العقاب الشديد. ربنا بعدها يقول إن في ذلك لآية، آية والله. وآيات ربنا تترى في كل زمان، واللي احنا عايشينه دلوقتي آية يا جماعة، بنربط الحاضر بالماضي، اللي احنا عايشينه دلوقتي من كورونا ده آية من آيات الله، محتاجة تأمل لها دروس تانية إن شاء الله نتحدث فيها بعد أن نخرج من هذه الأزمة إن شاء الله. إن في ذلك لآية، بس للأسف وما كان أكثرهم مؤمنين. دايما ربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، فمنهم مهتد وكثير منهم ساء ما يعملون. دايما الأكثرية هي التي تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، لكن ربنا يقول إيه بقى؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نختم الآية دي بقى، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هم أكثرهم مش مؤمنين، بس ربنا عزيز. عارف عزيز يعني؟ عزيز يعني غالب، عزيز يعني لازم يحق الحق ويبطل الباطل، عزيز يعني منتقم، عزيز يعني سوف ينتصر، عزيز يعني لن يترك الباطل دوما. بس لما بيأخذ وبيغلب بيرحم الضعفاء شوية، فعشان كده قال إيه؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
ما قالش مثلا العزيز المنتقم، ما قالش العزيز المتكبر، العزيز الايه الرحيم. حتى ساعة أن يقتص بيجعل شوية رحمة كده في ايه في 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 أخذه وفي عقابه، بيرحم الضعفاء ويكون عزيزا وغالبا على المتكبرين وعلى المتجبرين. هذه كانت بعض الخواطر الإيمانية وبعض المع... لا أقول تفسير، ولكن بعض الرؤى التي نراها من خلال قراءتنا تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأختم بالدعوات أن ينصرنا الله تبارك وتعالى، وأن تنتهي هذه الأزمة على خير، وأن يعجل الله تبارك وتعالى بفرج قريب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم رحماك بالناس أجمعين، اللهم ارفع الضيم عن الناس أجمعين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وفك الحصار عن المحاصرين، واشفي مرضانا أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان على خير، ونحن في بيوتك آمنين مطمئنين برحمتك أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. موعدنا يوم السبت إن شاء الله، السبت القادم الساعة 7:30.